بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. معادنا النهارده مع مباراه كره السله رجال الاهلي والجزيره في الجوله 12 من الدور الترتيبي في دوري السوبر لكره السله موسم 2021-2022. المباراه ستقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره في تمام الساعه 8:30. المباراه مهمه لكلا الفريقين، وقبل ما نتناول المباراه طبعا فنيا وتحليا احب ارحب بضيوفي اللي منوريني في الاستوديو. برحب بالكابتن طاهر رجب نجم نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي السابق وعضو لجنه انتقاء المواهب الحالي بنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن طاهر. الله يخليك يا سيدي، نورنا في قناه النادي الاهلي. الله يخليك، احنا متعودين يعني على اللقاءات الجميله اللي بتتم لتغطيه كره السله بالذات، يعني اهتمام موفق ان شاء الله. واحنا حضرتك منورنا ودايما بنتشرف بوجود حضرتك وبتعليقاتك الفنيه وتحليلاتك الفنيه. الله يخليك. بنرحب بنجم نجوم النادي الاهلي السابق ومنتخب مصر وكمان عضو لجنه انتقاء المواهب بالنادي الاهلي الحالي كابتن محمد السلعاوي. اهلا بك يا كابتن محمد. اهلا بك كابتن هيثم، وفرصه سعيده ان احنا نشرح وبقى على قناتنا وقناه النادي الاهلي، وربنا يوفق الفريق النهارده. ده مكانك، وكالعاده ستمتعنا حضرتك كابتن طاهر بتحليلاتكم الفنيه وملاحظاتكم اللي دايما بتكون في محلها. كابتن سلعاوي، ابتدي المباراه مهمه لكلا الفريقين، قبل طبعا ما نروح للمباراه ونستعرض جداول وترتيب الفرق عايزين نعرف المباراه مهمه لكل الفريقين ازاي. المباراه تعتبر مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي خارج من ديربي مع نادي الزمالك، كان مباراه قويه انتهت بعد وقت اضافي بفارق نقطه. مباراه كانت صعبه جدا، اعتقد قدر المدير الفني النادي الاهلي انه يعمل استشفاء للعيبه، وان النهارده المباراه دي ليها شقين، الشق الاولاني انها بين الاول والثالث، والشق الثاني بين اثنين مدربين اسبان من مدرسه واحده وقد يكون من نادي واحد. صحيح. فمباراه مهمه، مباراه مهمه للنادي الاهلي. الجزيره مهمه ازاي؟ المباراه مهمه لنادي الجزيره، كله عايز يهرب من الاتحاد والاهلي وكله عايز يهرب من التصنيف، لان الاول هيلاعب الثامن والثاني هيلاعب السابع لا وهكذا. فمباراه مهمه جدا نادي الجزيره برضو، لكن احنا باللي بنقوله ان النادي الاهلي اعتقد مركز عشان يقدر يسيطر على البطوله دي ان شاء الله، وان الترتيب هو ده المهم، يعني المراحل اللي جايه بقى هي الاهم من مراحل الترتيب اللي احنا بنلعب فيها. صحيح، ادوار اقصائيه وخروج المهزوم مباشره، وكل فريق له مباراتين. احنا بالنسبه لنا لنا مباراه الاتحاد اسكندري وسموحه، والنادي سموحه على ارضنا ان شاء الله يوم الاثنين ان شاء الله. كابتن طاهر، المباراه بلا شك مهمه لكلا الفريقين، من وجهه نظر حضرتك ما اهميه اللقاء بالنسبه لكلا الفريقين؟ بالنسبه للنادي الاهلي طبعا هو متصدر دلوقتي ومتعادل في النقاط تقريبا مع النادي اللي في الترتيب الاول الاتحاد، وطبعا ده اعتقد يعني ان هو الامور ماشيه للاحسن، بحيث ان احنا يعني نقابل الثامن او السابع في كلتا الحالتين هتكون العمليه مهمه جدا ان احنا ما نتاخرش عن هذا الترتيب. نعم. والثاني لوجود انديه بردك كانت عملت نتائج كويسه زي الاتصالات، وكانت حصان الاسود بتاع طبعا. فطبعا لما تيجي في النوك اوت والبيست اوف 3 وتقابل مثلا اتصالات بتبقى اصعب طبعا من طبعاً انك انت تقابل او السابع او الثامن، وكذلك الجزيره، لان نعم. الجزيره كمان اهميه الماتش ده ممكن يكون اهميه كبيره اكتر مننا، لان هو طبعا يعني هتلاقيه عاوز يبعد عن المركز الرابع عشان ما يخشش في الزمالك او يخش مع الاتصالات. وكلتا الفريقين طبعا اعتقد الزمالك اتغير شويه الدور الثاني، ورغم ان الاهلي قدر يوقفوا الماتش اللي فات وكان ماتش جميل يعني، والاهلي قدر يحسمه بطريقه فنيه جميله. فطبعا كلتا الفريقين مهم جدا ليهم الماتش النهارده. اذا المباراه النهارده تاتي اهميتها ان هي ما بين الثاني نادي الاهلي والثالث نادي الجزيره، وان شاء الله بتفوق النادي الاهلي النهارده هيكون بشكل كبير يعني حسب المركز الثاني، ومتروكه ان شاء الله لمباراتنا مع الاتحاد الاسكندري هناك بشكل كبير هيكون ده شكل الجدول. ولكن في البدايه قبل ما نتناول طبعا كل شيء عن المباراه لازم نستعرض جدول
او ترتيب الدوري حتى الان او الفتره الترتيبيه اللي احنا فيها دي. هنستعرض ترتيب الفرق الى ما قبل جوله اليوم. النهارده كان في مباريات، يعني منذ قليل فاز الزمالك على سموحه في اسكندريه، فاذا في نتائج مباريات شغاله النهارده، اربع مباريات. ما قبل الاربع مباريات دول هنستعرض مع حضراتكم ترتيب وجدول ترتيب الفرق. يعني اجل حضرتك كابتن سلعاوي استاذنك نستعرض كده ترتيب من الاول للثامن. اتفضل يا كابتن سلعاوي. طبعا ترتيب دوري السوبر الرجال بعد انتهاء الجوله ال 11 اللي هي الجوله الماضيه، نادي الاتحاد في المركز لعب 11 مباراه، فاز 9 وخسر 2 وليه 20 نقطه. نعم. النادي الاهلي لعب 11 مباراه في المركز الثاني لكن بيتساوى في نفس الرصيد مع نادي الاتحاد الاسكندري، لعب 9 فاز لعب 11 مباراه، فاز في 9 وخسر في 2. نادي الجزيره يجي في المركز الثالث، لعب 11 مباراه، فاز 8 وخسر 3 وليه 19 نقطه. نادي الاتصالات لعب 11 مباراه، كسب 6 وخسر 5 وليه 17 نقطه. نادي سبورتنج لعب 11 مباراه، له فاز في 4 مباريات وخسر في 7 مباريات وليه 15 نقطه. نعم. نيجي نادي الزمالك بدون مباراه النهارده اللي هو لعبها مع سموحه في اسكندريه وكسب، لعب 11 مباراه، كسب 3 مباريات وخسر 8 وليه 14 نقطه. مصر للتامين لعب 11 مباراة، كسب 3 وخسر 8 ليه 14 نقطة. ويجي سموحة في المركز الأخير الثامن، لعب 11 مباراة، فاز في 2 وخسر في 9 وليه 13 نقطة. إذن كابتن سلعاوي من الجدول اللي حضرتك ذكرته للسادة المشاهدين، الأهلي والاتحاد يتساوى في عدد النقاط، يعني كله يعني تلقى هزيمتين، ويعني احنا بنتساوى أو بنتشارك الفرقتين الاهلي والاتحاد مع بعض المركز الاول، ولكن ليه الترتيب حصل الاول والثاني فرق السكور، فرق التهديد ليك ولا عليك؟ ليك ولا عليك؟ حط الاتحاد في المركز الاول، وحط النادي الاهلي في المركز الثاني. الجزيره تيجي ورا النادي الاهلي على طول يا كابتن طاهر بفرق نقطه. يعني الجزيره النهارده بتخش كده اهميه المباراه. برافو عليك، لان لو الجزيره النهارده داخل بامال وطموحات، وهي طموحات وامال مشروعه طبعا لانها منافسه شريفه، انه لو في حاله فوزه على النادي الاهلي بيقول لك انا اخش تاني وابعد خالص عن الاتحاد والاهلي ان انا اقابلهم في قبل النهائي او في دور الثمانيه، وبالاضافه انه كمان يتجنب المواجهه مع نادي الزمالك. اذا المباراه مهمه جدا جدا، اللي يفوز النهارده هيرتاح في الادوار الاقصائيه في الدقيقه. وبس عندي ملاحظه ثانيه يا كابتن، وقد يكون النادي الجزيره المباراتين اللي جايين سهلين، لكن احنا عندنا الاتحاد اسكندريه. صحيح. طب كابتن سلعاوي، يمكن احنا تلقينا هزيمتين، الغريب ان منهم هزيمه لمصر التامين، يعني كان عندنا باد لاك، كان اوف داي، يعني مصر التامين ما كسبتش غير 3 ماتشات من مجمل 11 مباراه. بالظبط. فمنهم مباراه النادي الاهلي، في حاله احنا كنا فزنا على المباراه دي وكانت من وجهه نظري كانت ممكن تبقى مضمونه نوعا ما، كانت سهله بسبب الاصابات وغياب وعدم التوفيق ما قدرناش نكسبها، كان زماننا اول الدوري دلوقتي. ده طبيعي جدا، يعني كان في مباريات زي ما قلت حضرتك ده كان دي اوف، فطبعا يوم مصر التامين ده كان فعلا كان مشكلتنا كمان الاصابات، كان حصل كذا اصابه لناس مؤثرين ادت ان احنا خسرنا الماتش ده، انما يعني ده ماتش من اتنين اللي احنا خسرناهم، وخسرنا طبعا من الاتحاد السكندري اللي هو دلوقتي متصدر، بس مش فرق النقاط انما بفرق السكور. بالتالي احنا شايفين كمان ان الفرق في النقاط بين الاول والثاني والثالث، يعني احنا متساويين في النقط نقطه واحده. صحيح. والفرق بين الثالث والرابع نقطتين، يعني نقطتين. لا، هي المنافسه يمكن على الثاني والاول والثالث هي المنافسه اكتر، بس استاذنك كابتن خلينا نطلع لارض الملعب وراسلنا الاعزاء كريم احمد ومريم سميح عشان نقول لنا كالعاده الاجواء والاستعداد لمباراه اليوم. اتفضل يا كريم. برحب بيك يا كابتننا كابتن هيثم السعيد، طبعا كل التحيه ليك والكابتننا الكبار نجوم الاستوديو التحليلي كابتن طاهر رجب وكابتن سلعاوي وزميلتي العزيزه مريم. النهارده مريم ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لفريقنا النهارده، الحقيقه اداء اكثر من رائع على مدار المباريات الاخيره واخرهم طبعا مباراه الزمالك، ان شاء الله باذن الله نستمر الاداء والقياده الفنيه الرائعه والمميزه جدا الحقيقه من مستر اوجوستي بوش اللي بيأدي اداء مميز جدا مع فريق النادي الاهلي مع الكوكبه المميزه. ان شاء الله يكون جيم كويس يا مريم النهارده. ان شاء الله. برحب بيك طبعا يا كريم. برحب بيك يا كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك
الكبار طبعا، نجوم الاستوديو التحليلي، نجوم استوديو الابطال، كابتن طاهر رجب وكابتن محمد السلعاوي من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل من مقر النادي الاهلي بالجزيره. الحقيقه مباراه هامه جدا يا كريم طبعا. يمكن نادي الجزيره نادي فريق كبير جدا على المستوى الدفاعي، يعني يمكن بنتكلم عن فعلا مباراه هامه الاهلي بيستعد لها بكل قوه. الاهلي كمان يمكن وصل للارض الملعب مبكرا يمكن قبل المباراه بحوالي ساعتين، كان في محاضره لمستر اجوستي بوش مع الفريق، ويمكن كمان عمليات الاحماء بدات مبكرا قبل المباراه بساعه ونصف زي ما احنا شايفين ورانا، عمليات الاحماء مستمره حتى بدايه المباراه. يمكن كنا بنتكلم يا كريم زي ما احنا بنتكلم على مباراه الزمالك، الاهلي كسبها وهو ناقص، والنهارده يمكن عندنا غيابات ان شاء الله ما تكونش مؤثره بشكل كبير، ولكن النقطه الايجابيه ان عمر طارق الحقيقه موجود في السكور النهارده، كان عنده مزق في الخلفيه ولكن هو عاد مره اخرى النهارده، هنشوفه في المباراه، ولكن الدفع بيه هيكون طبعا رؤية يعني طبعاً رؤيه فنيه للجهاز الفني بالتاكيد يا مريم. طبعا يعني الاهلي بمن حضر في كره القدم وفي كره السله وفي كل الحقيقه الالعاب، وده يمكن ثقتنا الكبيره في كل اللاعبين، ويمكن كمان تحضير النفسي الجيد جدا من الجهاز الفني، كابتن طارق، كابتن وائل دياسي، كابتن رامي دياسي، كابتن مستر جوستي بوش كمان اللي في محاضراته بيركز على كل مباراه، كل مباراه ليها اختلاف وليها لعيبتها وليها كمان التكتيك بتاعها، لكن فريق الجزيره فريق مميز جدا، محتاجين ان احنا يبقى دخولنا في الجيم جيد وقوي بشكل كبير جدا ان شاء الله باذن الله، تحضيرات فنيه مميزه كالعاده لفريق النادي الاهلي ولاجوستي بوش. وايضا كمان يا مريم انت عارفه النهارده الحرص الدائم على الاجراءات الاحترازيه في كل مره بناكد على هذا الامر، عدم وجود الجمهور والتعليمات الخاصه طبعا لافراد الامن هنا، طبعا العميد علاء صلاح طبعا مدير امن النادي الاهلي، دكتور سعد شلبي طبعا وتوجيهاته المميزه الرائعه، التزام كبير جدا يا مريم داخل الملعب على ما اعتقد. طبعا يا كريم، ويمكن دليل على أهمية المباراة هو تواجد طبعا نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العمري فاروق في المقصورة طبعا. ويمكن ده بيدل على أهمية كبيرة للمباراة. يمكن لو هنتكلم على تاريخ مواجهات الفريقين، الحقيقة أن الأهلي كان بيقدر يكسب نادي الجزيرة أو فريق الجزيرة بسكور كبير في مختلف المسابقات، يمكن كانت أولها نهائي بطولة منطقة القاهرة كان الأهلي كسب بنتيجة 76 والجزيرة كان 55، ايضا في نصف نهائي دوري المرتبط الاهلي قدر ان هو يكسب الجزيره بسكور 70-69، ايضا الاهلي كسب في العوده بنتيجه 76 والجزيره 72، وكمان في ذهاب الدور الترتيبي كان الجزيره 66 والاهلي قدر يفوز ب 85، يمكن سكور كبير عايزين طبعا. نشوف النهارده على في المباراه الخامسه وكمان المباراه الخامسه على التوالي، يمكن الاهلي قدر ان هو يكسب اربع مباريات متتاليه خلال الدور الترتيبي. بالتاكيد ان شاء الله كل التوفيق للاعبينا، الجهاز الفني مستر جوستي بوش كمان قيادته الفنيه تكون من خارج الخطوط رائعه جدا، وتالق الحقيقه بقى احمد مهيب عايزين نشوف ثلاثيه رائعه وقويه زي ما شفناها قبل كده، نشوف ايضا كمان كل اللعيبه ان شاء الله باذن الله يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده، ونقدر النهارده ان شاء الله نحصل على نقاط المباراه ويستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصار ومنها باذن الله ان شاء الله التتويج بدوري السوبر للمحترفين. زملاء الاعزاء طبعا كريم احمد ومريم سميح بشكركم شكرا جزيلا، يعني الحقيقه يعني غطيتوا كل اللي احنا محتاجين نقوله في الاستوديو، بشكركم ودايما متالقين وسلامنا ليكم من الاستوديو كريم ومريم. نرجع للاستوديو وخلينا نتكلم عن معلومه مهمه من الجدول اللي احنا شفناه السابق او استعرضناه مع حضراتكم، هو ترتيب الدوري، وعندنا كلام مهم جدا، وعندنا هنوضح لحضراتكم مين اقوى دفاع ومين اقوى هجوم، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بنفكركم النهارده اللي مش قادر يتفرج على مبارياتنا على او مباراتنا على شاشه قناه النادي الاهلي، المباراه في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب شانل، وبنحب نوضح معلومه انه الاهلي والاتحاد في ترتيب الجدول هم الاول، ولكن الاهلي ياتي بكل الارقام هو الاول، ولكن بسبب المواجهات المباشره احنا يعني احنا حتى جايبين سكور اعلى او الفرق السكور اعلى، النادي الاهلي 104 نقطه، الاتحاد 89، ولكن الاتحاد جه اول عشان المواجهات المباشره كان لصالح الاتحاد. كابتن طاهر، قبل ما نستعرض قائمه النادي الاهلي محتاجين نوضح للساده المشاهدين من اقوى دفاع في الدوري حتى الان ومن اقوى هجوم. هو واضح كده من الجدول ترتيب الدوري بعد الجوله ال 11 في دوري السوبر ان الجزيره هي اقوى دفاع، يعني السكور اللي داخل فيها 752، اقل سكور في جميع الفرق، خدت بالها دي؟ واقوى هجوم واضح برضك ان الاتحاد اقوى هجوم لانه ب 919 نقطه
وده اقوى. اذا الاتحاد اقوى هجوم والجزيره اقوى دفاع. الجزيره اقوى دفاع وتاني اقوى دفاع الاهلي، وهو ده ما يميزه باستمرار. يعني هو اذا كان راحت منه المركز الاول خلال الفتره دي، بس ما زال دفاعه قوي، وحتى فرق النقاط 104 هو اعلى فرق نقاط بين هجومه ودفاعه. وخليني ناكد الكلمه اللي قالها كابتن سلاوي، هي مدرسه اسبانيه. طبعا بين يعني اتنين مدربين يعني هما الاثنين مدرسه اسبانيه، هما الاثنين بيهتموا بالدفاع زي ما حضرتك قلت في بدايه الاستوديو. وخليني اقول لحضراتكم ان معدل السكور اللي بيتحط في الجزيره 69 نقطه، يعني هي بتقدر تخلي الفرق تحط تحت ال 70 نقطه، ده المعدل، ده المتوسط. نتمنى ان شاء الله النهارده ان احنا نتفوق. النهارده هيتميز المباراه عموما بالدفاع، لان هدول اقوى دفاعين هم دفاع الاهلي او دفاع الجزيره. افهم من حضرتك كده ان السكور مش هيبقى عالي النهارده، يعني مش هنلاقي الثمانينات والتسعينات اللي شفناها قبل كده. بتهيألي اعتقد لان فرقه الجزيره برضك حسب ما شوف بتدافع كويس وبتاع، وعندها عناصر يعني برضك شابه وصغيره وبيتقن البريسات والحاجات دي. صحيح. يعني هم متميزين فيها. صحيح. زائد ان نادي الاهلي يتميز بالدفاع عموما. صحيح. كابتن سلعاوي، نستعرض مع الساده المشاهدين كدايما زي ما عودنا متابعينا وجمهور نادي الاهلي ان احنا بنجيب السكور شيت او اللعيبه اللي هتلعب قبل المباراه. كابتن، خلينا نستعرض مع حضرتك قائمه رجال سله الاهلي، اتفضل. عمرو علاء سهران في رقم الفانيلا زيرو، عمرو عزب 3، عمر عزب 3، ايهاب امين 4، عمرو الجندي 5، سيف سمير 8، مودي الجرحي 10، محمود وليد 11، احمد مهيب 14، مايكل تومسون الامريكي 22، محمد ابو النصر رقم 23، عبد الله ناصر 34، عمر طارق 55، واعتقد ان عمر كان مصاب بماتش الزمالك ما قدرش، لكن هو محطوط في ال 12، وطبعا للرؤيه الفنيه هيبان مدى اشتراكه. تعليق على التشكيل يا كابتن. تشكيل مناسب جدا، وهو عباره عن القائمه الاساسيه، ما فيش حد بره، يعني الحمد لله القائمه سليمه كلها. الحمد لله. كابتن طاهر، تعليق حضرتك على القائمه و 12 لاعب المشاركين النهارده باذن الله في المباراه. باذن الله. وطبعا انا كل ما بشوف نسبه الناشئين عندنا كل ما بتكتر كل ما ده بيطمني ان هو هتبقى دايما زخير. متحيز انت للناشئين يا كابتن طاهر، كنت حضرتك رئيس قطاع الناشئين ومن ابرز من تولوا هذا المكان يا كابتن افندم. النتائج اللي حصلت في الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، اقوى ما يميزها ان كان الناشئين لهم دور. صحيح. في حاله الاصابات وفي حاله الغياب وفي حاله السفر. نعم. وفي حاله ده كان الناشئين لهم بصمتهم برضه في الموضوع. يعني عندنا تقريبا عبد الله ناصر ومحمود وليد وعمرو علاء زهران، فدول صغيرين. طب كابتن طاهر، استاذنك عشان الوقت بيجري بينا، ممكن نستعرض قائمه رجال سله الجزيره عشان نعرف برضو الساده المشاهدين ال 12 لاعب اللي ان شاء الله اللي هيلعبوا من نادي الجزيره النهارده؟ اتفضل يا كابتن طاهر. طبعا قائمه الجزيره، علي احمد خيري رقم 2، عبد الرحمن الجندي رقم 3، رميح سامح رقم 4، اسلام علي سيد رقم 6، وليد عبد الجواد رقم 7، دوغلاس هايرنج المحترف رقم 9، عاصم الجندي رقم 10، طارق ممدوح رقم 12، احمد هشام السوداني رجع بعد الايقاف حاليا دلوقتي بيشارك رقم 13، مصطفى محمد عصام اللي هو شعوط طبعا 21، محمد عبد الرحمن الشهير بجيزه 32، عمر عبد الحميد شكري رقم 72، احمد سامي رقم 95. دول طبعا 13 لسه لم يثبت. نعم. من طب كابتن سلعاوي، نستعرض قائمه الجهاز الفني لسله الاهلي، اتفضل يا كابتن سلعاوي. الجهاز الفني بيتكون من الاسباني اوجست بوش مدير فني، احمد الجرحي مدرب عام، رامي الدياصي مدرب، طارق الغنام مدير اداري، وليد الخراط اداري، محمد شيحي مخطط احمال، هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمد جاد طبيب الفريق، نادر خزام اخصائي تغذيه، علاء لطفي محلل فني، ومحمد عيسى
تدليك ومساج وحامد الكاس مهمات. تمام يا كابتن. كابتن طاهر نستأذن حضرتك نستعرض جهاز فني نادي الجزيرة. اتفضل يا كابتن طاهر. جهاز فني رجال سلة الجزيرة الأسباني ريكارد كاسيس مدير فني، أحمد صقر مدرب عام، الأسباني باريديس الفراو مساعد مدرب، أشرف سعيد المدير الإداري، كابتن محمد عصام خالد إحصائي، مروان عادل مخطط أحمال، الدكتور محمد طاهر طبيب الفريق، نبيل شحاتة مهمات. نعم، هنا يتضح ان يعني الجهاز الفني لنادي الجزيره بيضم اثنين من الاسبان، المدرب ومساعد المدير الفني ومساعد المدرب. طيب كابتن، يعني خلينا برضو نتكلم عن المحترفين في كلا الفريقين. يمكن يعني المحترفين في كلا الفريقين عليهم دور كبير النهارده في الكنترول على الملعب. شايف المقوله دي ازاي يا كابتن سرعان؟ والله انا شايف ان المحترف بتاعنا هو بالنسبه للنادي او بالنسبه للمدرب هو مقتنع جدا بيه، ان هو بينفذ له كل ما مطلوب منه وبيؤدي ما هو مطلوب في المباراه. فهو مع رغم ان هناك اعتراضات عليه، لكن انا شايف ان رؤيه المدير الفني هو المسؤول طبعا. وهو اللي في الاول والاخر الذي يختار. طب كابتن سلعاوي، كابتن طاهر، استاذن حضراتكم خلينا نروح لارض الملعب. خلاص هي يعني لحظات وتنطلق المباراه. اعزائي المشاهدين، خلينا نروح لصاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره لنقل احداث كره السله، مباراه كره السله الاهلي والجزيره، ومعلقنا الكابتن وائل ابو العزم. فالى هناك.